بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا غريب مظلوم كربلاء، يا ابو علي يا سليب العمامة والرداء، يا عبرة الزهراء، يا حسين يا حسين يا حسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كم أودعوا قلبي، كم أودعوا قلبي حرقا حين ودعوا، كم أودعوا قلبي عشية ودعوا حرقا حرقا، أبكي فلا يطفي الحريق المدمع، أنست به أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام أرفع، طف بي على مغنى الطفوف وقل له علمت من فيك مودع، فيك الإمام أبو الأئمة، هو للنبوة والإمامة مجمع، بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، فيك الذي أشجى البتول وبعلها وأبوه على الساقي وأبوه الساقي على الحاوض، في غد وفاطم ماء الفرات لها مهرو،
ويذبح عطشانا حسينا بكربلاء، وكل عضو من أنامله بحر صارت للوداع الليلة. لم يا أبا عبد الله، شلون هالليلة؟ شلون اجتمعن بنات الزهراء؟ وين راحن يا خيمة؟ وين صار الاجتماع يا حسين؟ صارا والله صارا للوداع الليلة. لما واحد يحب واحد ويشم والأم تنوح ويحن دايم قلبها يا ابوي. من شلشل سواد الليل زينب لمت العيلة وقالت يا خوات حسين يلا نودع الوليان، عدنا سواد هالليلة لجاسم روح يا رملة وللأكبر تعني يا ليلة. واخذت باجي النسوان لحسين وقمر عدنان وقامت تنشد العطشان، خويا ابو علي يا هولي نجت الباكر ويا هولي ظل ويانا. قال يا تثار اخوتي عدنا الليلة خطار، اي والله خطار يا رواد عون صغار وكبار، وانا خايفة والفكر محتار على بدر السلب ونجوم الازهار. اي والله زينب قصدة السجاد لكن ما بهك الحين، عقب ما سلمت قعدت تقل والدموع السيل، يا عم قل ابوك حسين عن هالدار خلي يشيل، يا عم خايفة منها بيها الشر اشوف انها خلى يرتحل عنها، يا عم واشوف الدار وحشة ووحش من بته عولا ابو السجاد جاوب جيته سره على ختم الحزن سلم عده قعد وتبسم حاجها وسلاها وجل عنها الحزن والهم، حاجها وسلاها وباصرها على راحته. لعاد صدع السجاد عن الحال يحكي له يا ابويا كسرت خاطر عمتي شفت المدمع تسيله، وتقلي قل ابوك حسين خلي يشيله الليله، وتريدك يا ابن حامد جار اي والله يا ابويا الليله تشيل عن هالدار، تخاف من الصبح لو صار هاي الخيل والجيمة علينا يصير هجمته. قال حسين يا سجاد وزينب قاعدة وتسمع يا ابويا من ارحل بهالليلة خاف وعليك تصدع، باكر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع يا ابويا الرحيل يصير تكليفك، تظل يا ترحل بكيفك انا بهالمسا ضيفك، ولو طلعت شمس باكر اغيبا قبل غيبته. قال ابويا علي انا باكر ما موجود يمك يا ابويا، انا هالليله ضيف عندك يا ابويا، يا
يا ابويا باكر يمسي عليك المسا، انت والي النساء وانت المسؤول يا علي. انا بس باكر عندك يا ابويا، نعم لما سمعت مولاتنا زينب قامت وليس لها طاقة، صاحت واخاها حسينا وضيعتها بعدك يا ابا عبد الله. من سمعت حكي حسين زينب خلت وقامت تتراجف مفاصلها، يا روحي يا ويلي وروحها مات. اي والله زينب ليلة العاشر هذاك الليل ما نامت، تصوت وين اروح وين عقب اخوتي وهالعيلة، الوطن شلون ردته. راحت لابو فاضل تقل اخويا سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسخ الطار يا اخويا. اي يا اخويا ولازم قلبي واخاف من الصبح لو صار، وانا مخدره تدري او بيكم ينحفظ ستري، والحرم عقب ولياها ما تسوى ظلته. يسمع زينب العباس وعينا من الزعل حمرة، يقلها بشاربي خدري يا زينب ودك صدره. يا مخدرة حام الجار وحق ظل عمك الزهرة، خويا لفنا رقاب هدونك اخوك وقرت عيونك. لا لا ينخطف لونك يا زينب والعساكر، هاي قاباكر قال شتتها تقل اخويا انا بشاربك، لا تقول مدري اي انا بشاربك، لا تقول يا المدري. يا عباس يا صيوان خدري، انا خايفة ينسلب خدري يا اخوي. هالليلة وقائع كثيرة حقيقة، وشنو اقرأ وشنو ما اقرأ، والله في حيرة من امري. لكن عليك يا ابا عبد الله، هالليلة يقول الامام زين العابدين: في ساعة من الساعات كانت عمتي زينب عندي تمرضني، وإذا أسمع صوت أبي الحسين وهو يصلح سيفه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي وكم لك بالإشراق. يقول: نعى نفس أبي الحسين، يقول: أنا حبست عبرتي في صدري، يقول: إلا أن عمتي زينب سمعت أبي الحسين قامت من عندي مولولة وهي تقول: واوي لا عليك يا أبا عبد الله، أخي تنعى نفسك يا حسين. قال لها أخي يا زينب: تعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أخي زينب: جدي خير مني ومضى، وأبي خير مني ومضى، وأمي خير مني ومضت، وأخي الحسن خير مني ومضى. أخي زينب: تعزي بعزاء الله، أخي زينب هذا جرى. قالت: أخي أبا عبد الله، ومن للأيتام ولنا، يا خويا وصيت من يحسين مين، يا خويا من تجبل الغار علينا، يا خويا خويا حرمة وطحت ما بين ظلام، يا خويا. وهكذا الحسين يسلي زينب ويمر على الخيام ويقول: ودعوا وتزودوا. حتى قال أحد أصحاب للإمام زين العابدين في ساعة من الساعات: قال: سيدي يا ابن الحسين، كنت واقف بباب خيمتي، وذاكر لكم القصة بس هاي ليلتها. قال: كنت واقف بباب خيمتي، وإذ أرى سواد خرجت من خيمة الحسين واتجهت جهة
جهه الصحراء يا واذا ارى سيدي ابو عبد الله يقتلع الاشواك بسيفه وهو يقول غدا بهذا المكان تفر العائله والبنيات غدا بهذا المكان تسلب عائلتي وبناتي يزيح ذيك الأشواك عن طريق البنات عن طريق رقية وسكينة وزين أبو قلبه يم عيال أبو علي يقول مشيت خلفه قال من هذا هلال هذا قلت بلى يا سيدي فداؤك هلال قال يا هلال ما الذي أزعجك بهذا الليل قلت يا سيدي لما عرفت أحببت أن أقيك من القوم وأنت غرضهم قال جزيت خيرا ثم التفت لي قال يا هلال اتخذ هذا الليل جملا واسلك ما بين هذه الروابي واذهب إلى عيالك وأطفالك القوم إذا ظفروا بي انشغلوا عن غيري قلت يا سيدي لو اقتل وأحرق ويفعل بي 70 مرة والله ما تركتك فجزاني خيرا ومشى الحسين وأنا أمشي خلفه حتى وصلنا إلى نهر العلقمي جلس في مكان وأخذ من ترابه وشم وبكى وهكذا يمر على عدة أماكن يشم من ذاك التراب ويبكي أبو عبد الله حتى جلس في مكان أخذ من تراب شم وقال هي التربة التي أوعدني بها حبيبي المصطفى قلت يا سيدي ما عرفت ما صنعت قال يا هلال التربة الأولى التي جلست عندها يقتل عليها أخي يا أبا الفضل يقتل عليها أخي كبش الكتيبة والثانية يقتل عليها ولدي علي والثانية قاسم وتلك يقتل عليها حبيب وتلك يقتل عليها جون وعابس قلت يا سيدي أما هذه التربة التي أنت جالس عليها من يقتل عليها يا أبا عبد الله رفع رأسه قال يا هلال غدا بهذا المكان بهذا المكان ترض الخيل صدري أيوة حسينا ترض الخيل صدري وظهري ويذبحون أطفالي على صدري بكيت للحسين رجعنا وإذا بسواد عند خيمة الحسين تئن النات رأيت الحسين هرول وهو يقول أخي زينب ما الذي أزعجك لماذا خرجت من الخيمة قالت أخي جئت إليك ولم أجدك أخي يريد أن أحدثك بحديث قال أخيتا قولي قالت نور عيني غدا إذا أصبح الصباح واشتبكت الأسنة وحمل وطيس أخاف أصحابك يتركوك وهم أجانب
وبعضهم تبعنا على العافية. قالوا خي زينب اطمئني، اختبرتهم بلوتهم، وخي زينب ما رأيت أصحاب خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. يقول لما سمعت هذا الكلام مضيت إلى حبيب شيخ الأنصار وجدت يقرأ القرآن، قلت عم يا حبيب هذا القرآن قفل ومفاتيح أهل البيت ويأمرنا بمودتهم ومحبتهم. قال ما خبروا؟ قلت مولاتنا زينب خائفة من الأنصار. قال لا عليك، تعال معي واجمع لي الأنصار. ونادى حبيب الأنصار واجتمعا وجاءوا إلى خيمة العقيل، ونادى حبيب أرواحنا لكم الفداء، سيدتي والله لا نفارقكم حتى نقتل جميعا. قالت يا عم يا حبيب أوصيك بهذا الغريب. قال يا ليل شيم هذا محلكم، محلكم ومولى الموزمة تظهر همامكم، مهم ناس بيكرام منكم وتخلون بالذل حرمكم. زينب وتحشم الأنصار وسمعها أبو فاضل، تقول الرواية خرج من خيمته حافي القدمين، نعم كاشف لرأسه، فرع أبو فاضل سيف بيده وجا يركض وهو يقول خي زينب أيسوءك ضيم وأنا موجود، أنا موجود ويلوحك ضيم يا زينب، وخي أخوش موجود يا زينب. تقل قلت الحيلة الحيلة جليل أين وجهي مثجيل، يا خويا ابو فاضل يزيد احتوى الزلمه وخيله وكثير العرب من كل جبيل، ايوه انا حملي حملي وقع ياه اللي يشيله. اسولف لك يا ابو فاضل عودك لي اشراد امك، وعن طيبة نسب حرة أبونا من نشد عمك، انت غايته منها ولها النايبة ضمك، أبونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جدوم. هاي الخيل هاي القوم هذي كربلة وعودك وصيتها ساعته، اختاض وقال يا زينب شنه الخيل وتهمي جخوك وصارمي بيدي وفلنا ليقحم خيمك، وحق الحسن يا زينب او كبدة وكسر ظل عمك، خويا لفنا رقابها دونك اخوك وقرت عيونك، لا لا ينخطف لونك. تقل اخويا يا عباس يا عباس انا بشاربك يا طيب الخوة. وهكذا جرى وداع هالليلة. وبعدين يقول الإمام زين العابدين وعاش بعد أبي 35 سنة ما فارق تلك المصيبة، وكل ما يمر به أحد إلا وذكر له كربلاء. مولاي كيف حالكم يوم تاسوعاء ليلة العاشر؟ قال اشتد بنا العطش، اشتد بنا العطش. يقول حتى أخذت الأمرأة المرضع تدير برضيعها من خيمة إلى خيمة تفتش له عن الماء، يعني تجيب ولادها رضيعها 6 شهور 4 شهور أقل أكثر، وتفتر على العلويات. زينب عندكم مية لوليدي رباط؟ الشكل صار. يقول تفتش له عن الماء فلا تجد، بينما الحسين يا أخواني سقى القوم ألف فارس وألف فرس،
قال أخي عباس ولدي علي فلان فلان أنيخ الرواية واسق القوم ورشفوا خيولهم. لكن شلون جازوا؟ تدور الحرمة على أمي لوليدها ما تلقى ذاك اليوم. يقول حتى يقع الرضيع ميت. يقول سلام الله عليه وما كان أبي الحسين، شوف رحمة الله، وما كان أبي الحسين متأثر لنا بقدر ما كان متأثر على الأعداء الذين انحرفوا عن الجادة. يقول وأخذت الجيوش تقبل من كل مكان وسدت كربلاء وهم يقولون كم تعطينا يا ابن سعد، كم تهب لنا يا ابن زياد. يقول فبكى أبي الحسين وسألوه تبكي يا أبا عبد الله؟ قال إي والله أبكي، أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. شوف رحمة الله أبو علي ويدير عينه على عياله، يشوف الأطفال عطشانات، البنات الأولاد، وزينب سلام الله عليها تقود تلك العائلة النساء، وسكينة منا ومناك رقية ومناك حميد ومناك كلها عطاشة. وعبد الله الرضيع 3 أيام لم يدر صدر أمه. فمصيبة هالليلة يا أخواني، مصائب كثيرة. على كل هذه الليلة اجتمع الحسين بأهل بيتي، قال كل واحد يودع. مثلا قال لمولاتنا زينب خيتا ودعي أخوتك، أخوك أبو فاضل، أولاد أخوتك، وليداتك، ودعيهم مولاتي. ليلى ودعي علي، رملة ودع القاسم، وهكذا هو صار يودع أحبابه وأصحابه وأهل بيته. هاي ما مرت على واحد إلا الحسين، وإلا ما قرينا ما سمعنا ما شفنا واحد يجتمع بعياله يقولهم يا أبوي أنا باشر ما موجود يومكم، ومنه بعد يقاس بالحسين. على كل صار الحسين نعم يدور على الخيام ويدخل للخيام، حتى مار على خيمة مولاة الرباب أم عبد الله. هي كانت جالسة، دخل سلم عليها، أرادت تقوم قالها لا، على هالحال وليدها بحضنها. قال لها رباب ودعي ولدك الرضيع، رضيع 6 شهور، ودعي يا رباب. قالت نور عيني رضيع، يعني هذا صبي، هذا ما راح يروح للمعركة، صبي يا أبا عبد الله هذا. قال لا لا يا رباب ودعي هذا الرضيع، ودعي يا رباب هذا يقتل غدا. قالت لأبو علي وليدي يقتلونه؟ قال يقتلوا وليدك. عاد ضمت لصدرها تقل لي يا ابني يا ابني يا ابن الطول عمري بعد مو زين. يا ابن طول عمري بعد مو زين مو زين، شل بعيشت وعيون الاثنين، انعمت وحدة على ابوك وثاني عليك. يا ابن التسر قلبي بشرته، كسر خاطر مذبوح جبته. آي 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 يا ابني حسبت حساب وحساب طلع مقلوب، سكنة ميسرة وانت الفقد يرجع يا رجواي بعدك بعد ما لاليت. هذا الرضيع له مصيبة خاصة يا أخواني، مصيبة مستقلة. نعم سبحان الله، ابتدأت بعلي الأكبر مصائب أهل الحسين وختمت بعبد الله الرضيع بعلي الأصغر. هذا الرضيع لما جاء به الحسين إلى المعركة، طبعا جابت مولاتي زينب للحسين، أخي أبا عبد الله هذا رضيع ما شرب الماء منذ 3 أيام، خذه إلى الأعداء لعلهم يرقوا إليه. بعدين هذول بيهم آباء، قال أخي زينب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، لأنهم أكلوا الحرام وصافحوا الظالم، قست قلوبهم، قالت خذه بحال القماط. وجاب الحسين وإجه. هاي تدري شو وقت لما نادى الحسين وغربته وحيته؟ تقول الرواية وقع الرضيع من مهد 3 مرايات،
كأنما يقول لأبويا خذني أنا ما أريد أبقى يا أبويا، شل بالحياة بعدك. فجاء به الحسين ووقف ونادى يا آل الله ما الخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب وأم هذا الرضيع، شاهدوه فعليه شبه الهاد الشفيع، لا يكن شافعكم خصم لكم في النشأتين. ووقف الحسين ونادى يا قوم قتلتم أخوتي، قتلتم أولادي، قتلتم أهل بيتي، قتلتم أصحابي، لم يبقى لي إلا هذا الرضيع، وقد جف لبن أمه 3 أيام لم يشرب الماء، إذا خفتم أن أشرب خذوا واسقوا وارجعوا إلي. فقسم قال اسقوا وقسم قال لا لا تسقوا. وإذا بابن سعد يقول يا حرملة اقطع نزاع القوم، يقول حرملة حكمت الزهم بكبد القوس. التفت لابن سعد قلت يا ابن سعد من الآب أم الولد؟ قال لا الولد، لنحرق قلب الواي. وحسينا وسيدا، يقول حرمل اللعين أريد ضرب قاتل لهذا الرضيع. يقول هبت ريح كشفت ذاك المنديل على رقبتي، رميت الرضيع ذبحته من الوريد إلى الوريد، ورضيعا سيدا. يقول حرمل القاسي الخبيث والله رق لي رق له قلبي، كيف يا حرمل؟ قال لما ذبحت الرضيع استخرج يدي من القماط واحتضن رقبة والدي، شال حسيه دم الطفل بيده، اش حال يجتلي بحضن مولده، ترى يسجف من وريده من وريده، وذبي للسما وللقام اعمى اخر. الحسين سلام الله عليه جاب الرضيع واجا خال حدر عبايته، هو راح الرضيع يبكي لكن رجع الرضيع ساكت، استقبلته سكينه، ابا حسين هل سقيت اخي الرضيع ما وجئتنا ببقيته؟ الحسين ما قالها سقيته، ما قالها ما سقيته، كشف الرداء واذا بالرضيع مذبوح، صكت وجهه صاحت اخ واخا ورضيعا، يا ابويا الطفل جني المسوي عطشان ما حد ما يسجي، اي والله عطشان ما حد ما يسجي، ودام النحر للخيم ردبي اي ردبي. عاد اخذت مولاتي زينب ام الصبر وجابته وخلته بمهده، هناك اجت مولاتي الرباب سيدتي زينب اين رضيعي؟ سكينة شقيقتي بنت امه قاعدة يمها، بعد ما ممكن يخفون الخبر، صحيت يا سكينة يا رباب يا رباب يا رباب يا خي، ترى برقبتي صواب، انا اريد لابويا اجثر عتابه، ليش الطفل مذبوح جابه؟ عاد قعدة امه يم وليدها، زين السهم شلع الحسين شال، لا والله بقى برقبة الرضيع.
شافت وليدها النبلة برقبتي صاحت وولدها ورضيعها يما تذكرك لما انجنيت بالليالي زمهدك وتحاضنك روحي وبعد ما تقبليت يلي شربيت ميتي القلب يا ضيعتي بعدك نام يا ابني نام يا نام قعيد يا روح امك نميت في زياب بعد عمري غافي على حر الرمل عايف دفو حضني عاد قعدت يم وليدها وتريد تنعها تقول له انوح عليك يا ابني من ينوح وياي من ينوح وياها لان كل وحده يا ساده فاقده وليدها ليله مشغوله بعزاها يم علي ورمله قاعده يم الاكبر وكل وحده اخوها وليدها انشتل سيد حسين تعال قاعد يم المهد اقعد بروح ابوك هنا قاعد سيد تعال اقعد هنا سيد سيد تفضل علينا هنا قد الله يبارك فيك نريد نقرأ على الرضي هنا سيدنا بلا أمر عليك فتقل له من نوح وياي انت نوح وياه سيد حسين تقل له نوح عليك يا ابن من نوح وياي والوياي بلواهن مثل بلواي بلواهن مثل بلواي بلواهن ماهن هالمصايب ماجرا ماهن انوح عليك مدرا نوح وياهين 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 يا ابني يا ابني يا ابني اتسر قلبي بشرته بشرته كسر خاطر مذبوح شفته آه يا يما آه يا يا خدايك ما يطيب وداي ابوك النوب النوب داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب سكنة ميتمة وانت الفقد يرجاي يا رجواي بعدك بعد ما لاليت وعقب حسين عيب اقعد تحت ظل بيت يما الكربلة يما عزل لا جيت يا يما تروح يما وما شربت الماي قال يا الدار النوح لوليد لبنها وحن ما حنت الثكلة لبنها يا ابن ثدى يمك ترى درت لبنها يا المفطوم بسام المنية يا عبد الله يا يم انا بعد ما اختم ما دام ما اطول ما دام جو السادس بس فرد كلمتين ثلاثة اردقول وقرأتها وبينتها لكم لما رجعت مولاة الرباب وجاب وياهم الإمام زين العابدين المهد اللي سلبوه أخذوا جابر وقعدت هي بالدار وما بيها سقف قالت شيلوا هذا السقف ليش رباب قالت شفت حجة الله بالشمس شفت وليدي بالشمس وخلت المهد وعليها غطى هي خالة مغطية المهد ليش رباب انت بالشمس قالت وليدي والله يا اخوان هالشكل قالت وليدي بالمهد زين انت انا لا قالت وتجي يمها مولاة زينب وتشترك وياها بالعزاء هي ابدا ما هدا لها بال ولا قطعة دمعته وتجي للمهد وتقول له يا ابني يا ابني يا ابني
أهزن بالمهد والمهد خالي أهز بالمهد والمهد خالي حسبالي الولد وانشده بالي الرباب الرباب أم الرضيع شلون جدلي شلون جدلي المهد تهز وصدرها ليتدني تقل لي الولد مهدك وين أودي يما ينصدع قلبي من نصدني يا يوم عاد هناك تجيمها مولات زينب بتقول ما تهدى من البكاء تقول انا اجيمها اسليها كانما تخفى تاخذها اخفاء السلهم عينها بعدين تفيق تفز تركض يقول الزمها مولاتي رباب وين رايحه تقولها سيدتي زينب اسمع وليد الرضيع يبكي وليد يبكي الرباب ام الرضيع تقول بحالات النوم حسبالي بشى وليد وقعد يرضى الرباب ام الرضيع تقول عوف النوم توفزع بحالات النوم حسبالي بشى وليد وقعد يرضى أثارة حلم بصوته ولويت على المهد جيدي قمت لن المهد خالي أو زادت حسرتي وعيني على وليد الطفل تدمع أيا رضيعا فضل